عندي مقلاي على النار بس تكون فايشة شوي. بدي أضيف عليها تقريبا شي كوب من زيت الزيتون. بدي أضيف عليه دجاجة مقطعة مسلوخة من الجلد ومنظفة بشكل منيح. ممكن تضيفه صدر دجاج، ممكن تضيفه دجاجة كاملة. هلا نستناه حتى ياخذ لون معي من تحت ويتحمر بشكل منيح. بقلبه وهلا بخليه على الوجه الثاني تقريبا شي 5 دقائق. وهيك بعد ما اخذ لون من الجهتين نشيله نحطه على جنب. هلا نفس هذا الزيت اللي قلينا فيه الدجاج، وعندي هون تقريبا 1.25 كيلو من البصل المقطع قطع كبيره. بسم الله. وهلا بنحركه شوي، ما بدي اياه يتحمر بس بدي اياه يدبل معي. بعد ما دبل عندي البصل وصار عندي بهذا الشكل، بدي اضيف عليه معلقه صغيره من الكمون او معلقه ونص، معلقه كبيره من الكركم، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره من الملح، وشويه ورق قرار. بنحركهم بشكل منيح. ما شاء الله روايح بتشهي القلب. هلا بنرجع بنضيف الدجاج فوق البصل، بنضيف عليهم تقريبا شي لتر من المي او اقل من اللتر. بعد ما غليت معي بهذا الشكل بنغطيها وعلى نار هاديه بنتركها تقريبا شي ساعه الا ربع. استوى عند الدجاج بشكل منيح. هلا بدي اعلي الغاز عليه مشان تنشف المي تماما. هلا بدنا نبلش باطيب عجينه للمكموره. عندي هون كوبين من المي، المي لازم تكون دافيه. هاي الكوب الثاني مع معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الكركم، معلقه كبيره من السكر، وثلاث معالق كبار من حبه البركه. طبعا هاي الاكله كلها فوائد، الكركم مع حبه البركه مع السمسم، وثلاث معالق كبار من السمسم. هلا بدي اضيف عليها الطحين بالتدريج. اول شيء بدي اضيف كوبين، هاي ثاني كوب، وعجين. نرجع بنضيف كوبين طحين كمان، هاي الكوب الثاني. بنرجع نعجن. طبعا هاي عجينه لا بدها خميره ولا بدها شيء، لانه اذا حطينا خميره راح تنفش معنا بالفرن ونصير ناكل عجين بدل مكموره. وهلا كمان بنضيف عليها كوب طحين وبنعجن، نفضيها على الطاوله. هلا بنرجع نعجن بايدنا حتى تصير عندي عجينه ناعمه. اذا لزقت بايدكم معناتها بدها شويه طحين. راح نضيف عليها نص كوب وبنعجن. طبعا هاي اصولها ينحط عليها طحين البلدي، بس انا ما توفر عندي طحين البلدي. هيك عندي العجينه جاهزه، شايفين قوامها ما احلى. نرجع منجيب الجاط، نحط العجينه بقلبه ونغطيها بكيس مشان ما ينشف الوجه عندي. هلا نريحها تقريبا شي نص ساعه بمكان دافي. مو لانه ما فيها خميره ما لازم ترتاح، لا، العجين حتى لو ما في خميره لازم يرتاح اقل شي نص ساعه بشكل عام اي نوع عجين. شايفين بعد ما عليت الغاز كيف تسبكت المي او تعقدت، وعند الدجاج والبصل شرب زيت الزيتون كله. في ناس بعد ما يستوي الدجاج بتصفي ميته، بهيك حاله بتروح طعمه زيت الزيتون كلها. بس ديروا بالكم لازم كل شوي تحركوا مشان ما يحترق معكم. وهيك بعد ما نشفت مية الدجاج، اما روايح بتشهي نبضات القلب. هلا بدي استناه لحتى يبرد تماما. بعد ما يبرد بدي اشيل العظم من الدجاج. وهلا بعد ما ارتاحت عندي العجينه بشكل منيح، نقطعها تقريبا شي 5 قطع. خلينا واحده كبيره مشان الارضيه. عندي صينيه بهذا الحجم، بنكور العجينه بهذا الشكل. هلا بجيب العجينه الكبيره، نحط عليها شويه زيت زيتون، بنفردها بزيت الزيتون. شايفين ما احلى العجينه طالعه؟ لازم تكون طبقه تحتانيه رقيقه. نجيب الصينيه ونحط عليها شويه زيت زيتون، نفرد زيت الزيتون عليها، نرفع العجينه بكل رياحه ونحطها بقلب الصينيه. هلا بنجيب من حشوه الدجاج اللي عملناها، شايفين كيف صار قوامها؟ انا شلت العظم كله من الدجاج وفتفته وخلطته مع البصل. هي ليش نزلت؟ هيك الكميه ممتازه. هلا بنرجع بنجيب قطعه ثانيه من العجين، بنجيب الصينيه بنحطها فوق الحشوه، نرجع بنجيب من الحشوه وبنفردها. الحشوه طالعه ريحتها بتشهي نبضات القلب. هلا ضل عندي هيك اخر طبقه نغطيها. وشفت البصل كيف اختفى مع الدجاج؟ بطل يبين، 1.25 كيلو بصل ما بينه. فلهيك قد ما بدكم كتروا بصل. هيك عندي الصينيه جاهزه. هلا بدخلها على الفرن على درجه حراره 180 لمده ساعتين. بتشغل الفرن من تحت فقط، بتحط الصينيه على رف الوسطاني. وهيك بعد ما طلعناها من الفرن، شايفين ما احلى منظرها طالع. هلا بدنا نقلبها. ايه، وهيك بكون عملنا اطيب مكموره بالعالم. شوفوا ما احلى المنظر طالع، احلى من قالب الكيك طالعه. قول بسم الله وندوق. زيت الزيتون مع البصل مع العجينه طالعه طعم ولا اطيب من هيك. عن جد يسلم ايديكم يا اهل اربد واهل الاردن كلها بشكل عام على هيك اكله.